نفس عليها ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى سابق عبد العزيز، سابق تركي، مرحبا بكم. اهلا وسهلا، اهلا بكم، اهلا بالشباب، اهلا وسهلا، اهلا بالشباب، اهلا وسهلا. محمد عالبيت حبا، الله يحييك، يا مرحبا ويا مسهلا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا كيف الحال؟ اهلا وسهلا مرحبا. ايوه كيف الحال؟ اهلا وسهلا مرحبا حبيبي. الحمد لله، الحمد لله، حياكم الله، الحمد لله. طيب الصوت واضح؟ السلام عليكم. أهلين أستاذ صلاح، نورتنا، الله يحييك. أهلا وسهلا. يا هلا ويا غلا. أهلا بكم. استريح، الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا عندك يا عبد الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني وأخواتي مشاهدين قناة بداية، أخواني المتسابقين، الله يحييكم ويسعد لي مساكم كل خير. اليوم معانا أخونا اللي شرفنا من مصر، تحديدا من القاهرة، الأستاذ صلاح عبد الخالق. يا أهلا وسهلا، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا وسهلا. يا هلا ويا مرحبا، اهلا بك حبيبي. كيف الحال؟ عجيت ما شاء الله تبارك الله في وقت الجو حلو. لا وكمان كان في مطر اول يوم نزلت فيه، كمان مطر الخرقه. هذا الاستقبال. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله على كل حال، الحمد لله. يا مرحبا، اهلا بكم. طيب حابب نبدا معك على طول ان شاء الله في الاسئله. توكل على الله. اوكي، اول سؤال طال عمرك، كيف ومتى بدات الخط العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخط العربي بدأ معي من وأنا في التعليم الأساسي في الصف الأول الإعدادي، بسبب أستاذ التربية الفنية ما شاء الله. ودي رسالة برضو مهم جدا نتكلم فيها، لمدرس التربية الفنية في المدرسة مهم جدا، بيعتبر هو مكتشف المواهب اللي عند الطلبة بتوعه، مهم جدا. فأنا بدأت معرفتي بالخط أو حبي للخط أو بدايتي بسبب مدرس التربية الفنية، والله يرحمه، توفاه الله، الله يرحمه، الأستاذ إسماعيل درويش، وأنا دايما أذكر اسمه لأنه هو السبب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى في معظم ما وصلت إليه يعني. الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. وحتى بعد ما خلصت المرحله التعليم الاساسي ودخلت على الثانوي، وبعد الثانوي هو وجهني قال لي في مدارس متخصصه لتعليم الخط العربي في القاهره. انا كنت ساعتها خارج القاهره ما شاء الله، انا في من منطقه اسمها ابو زعبل، دي تبع محافظه القليوبيه، فدي كانت تبعد عن القاهره حوالي ساعتين او ثلاث ساعات في هذا الوقت. ما شاء الله. فهو اللي نصحني قال لي في مدارس لتعليم الخط العربي لازم تروح تثقل موهبتك في مدارس الخط العربي بالقاهرة. يعني هو اللي وجهك؟ هو اللي وجه، هو اللي علمني البداية، وهو اللي وجهنا أيضا لي وعرفني إن في مدرسة متخصصة لتعليم الخط العربي فقط، يعني بتبقى مدرسة مسائية مش صباحية، لأنها ممكن أي حد يدخل مدرسة الخط دي، سواء موظف أو دكتور أو مهندس أو 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 موظف أو أي حاجة، لتعليم الخط العربي اللي دي معمولة للهواة. ودي كنا بنحتفل بداية هذا العام بمرور 100 سنة على إنشاء هذه المدرسة، مدرسة خليل أغا. يعني هو شاف فيك الميول شاف فيها الميول وبدأ، وكان كمان يعني كان في غرفة اسمها غرفة التربية الفنية، في كل مدرسة في غرفة اسمها غرفة التربية الفنية، اللي مش فنان يدخل الغرفة يطلع فنان. ما شاء الله. طبعا. ليه فيها كل الخامات، كل الأدوات، كل الأحبار، كل النصائح، كل حاجة يعني، حتى الطباعة كنا نتعلم الطباعة وإحنا صغار، كنا نتعلم إزاي تعمل تشتغل بالصلصال وإحنا صغار، يعني إزاي تكتب، كل حاجة كانت موجودة في غرفة التربية الفنية. نرجو يعني من الله سبحانه وتعالى إنه يعيدها لنا مرة تانية يعني إن شاء الله. فدي كانت مرحلة البداية لتعليم الخط العربي،
وهي الأساس. ويعني ولولا هذا الأستاذ الله يرحمه دايما أدعي له بكل خير، الأستاذ إسماعيل درويشي اللي بدأ معايا وأنا في التعليم الأساسي، وهو سبب ما وصلت إليه الآن. ما شاء الله تبارك الله، الله يرحمه. الله يرحمه جميعا يا رب. هل الخط العربي دور تأثير إيجابي بين المجتمعات؟ طبعا يعني ممكن يأثر بين المجتمعات، بيأثر كثير جدا. والدليل إن من يعني إن في حتى دي أول تأثير هتكلم فيه، إن أثر حتى على غير الناطقين بالعربية. تعليم الخط العربي أثر على غير اللي هم مش ناطقين بالعربية، اتأثروا بالخط العربي، لأن الخط العربي فيه أبعاد فنية وأبعاد ثقافية وأبعاد روحانية كتير جدا جدا، لأنه هي لغة القرآن. نعم. ولغة لغة أهل الجنة. فدي يمكن ربنا حابانا أو حابة العرب عامة والمسلمين خاصة بالخط العربي أو باللغة العربية، علشان هي لغة أهل الجنة. فدي هو عامل التواصل ما بين دول كتير جدا. يعني أنا شخص أكتر من مرة عملت معارض في دول غير ناطقة بالعربية، عملت في اليونان، عملت في كازاخستان، عملت في دول في لندن، فعملت في جنوب أفريقيا كلها، نيجيريا، دي كلها غير ناطقها بالعربية. الخط العربي هو التواصل. نعم. ما بين الدول دي، رغم ان هم مش ناطقين بالعربية، ولكن الرسالة وصلتهم وحب اللغة العربية وتعلموا الخط العربي بسبب حب الخط العربي واللغة العربية. ما شاء الله. فهي مهمة جدا، فكان لهم دور إيجابي يعني جدا جدا. وعمل والدليل إلى الآن يعني في كم كبير جدا من غير الناطقين تعلموا الخط العربي وكتبوا، وهم إلى الآن ما بيتكلموش عربي، ولكن كتبوا آيات وعملوا معارض وعملوا وتعلموا الخطوط كلها بالكامل، الخط الناسخ والركعة والثلث والكوفي بأنواعه المختلفة، وخدوا جوائز وهم مش ناطقين بالعربية. فالخط العربي لا، ليها أثر، ليه أثر كبير جدا جدا على المجتمعات الناطقة بالعربية وغير الناطقة بالعربية. طيب حصلت التجاوب يعني في المجتمعات جدا. وعلى فكرة أثناء كمان اللي أنا لاحظته، في كنا في معرض في المجر. نعم. هنغاريا، وكان في ورشه مفتوحه للعمل لكتابه الخط العربي، اجانب خدوا القلم وكتبوا ما شاء الله، واطفال يعني باعمار مختلفه ولكن معظمهم اطفال. فالخط العربي يعني ارجو ان العمليه فعلا تستمر والبرامج تزيد والسوشيال ميديا تهتم بنشر الخط العربي، خاصه في الدول غير الناطقه بالعربيه، لأنها ليها أثر إيجابي. إحنا دي لغتنا، فبالتالي دي لغتنا، فإحنا عارفينها وحافظينها واخدين عليها وكلام، ولكن في غير الناطقة بالعربية لها تأثير إيجابي أكتر من البيئة بتاعتها. ما شاء الله. فنتمنى ذلك إن شاء الله. طيب أستاذي، ماذا وجدت في الخط العربي وهل أثر عليك في شخصيتك؟ لولا الخط العربي، لا، أنا وجدت في الخط العربي كل شيء جميل، كل شيء جميل. وأنا يمكن بحمد الله سبحانه وتعالى يوميا أكثر من مرة لأنه حباني أو أعطاني الموهبة للخط العربي. فالخط العربي له ما له من إيجابيات وليس له سلبيات على الإطلاق. الخط العربي يمكن هو الفن الوحيد اللي ليس له سلبيات. يمكن معظم أنواع الفنون بشتى أنواعها يمكن ليها بعض السلبيات إلا الخط العربي. لأن الخط العربي إحنا حتى لما بنيجي نبدأ بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، أجي مثلاً أبري ألم أو أجهز قلم للكتابة، بكتب بجرب ألم بالحبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، محمد، كلها روحانيات. فهو له أسباب كتير جدا 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 حتى لتعديل النفسية الروحية للإنسان للخطاط. فمهم جدا الخط، له أثر يعني مؤثر على أي شخص جدا جدا جدا. بقولك ليس له سلبيات، يعني له إيجابيات على كل من يكتب.